كما نشاهد مؤخرا كانت جيسو نشيطة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي دايما تشارك العديد من الصور أكثر من باقي أعضاء بلاك بينك الآخرين، ولكن مؤخرا شاركت صورة لها وهي تغطي جلبة هاتفها كما لو أنها تخفي شيء ما. تكهن بعض المعجبين أن جيسو ربما كانت تحاول إخفاء شيء ما يخص لايزون مي ام في، بينما يعتقد البعض الآخر أن جيسو نادرا ما تغطي جلبة هاتفها، لذلك ربما هي لا تريد الكشف عن صورة شخص ما هي تحبه. على الجانب الآخر، مستخدمي الإنترنت الآن مشغولين بالتكهن إن كانت أم ليسا من شيبر تاليسا أم لا، وذلك بعد أن أبدت إعجابها بمنشور على الإنستجرام لشيبر من محبي ليسا وفي عضو بي تي إس، ويقول المنشور أن في من بي تي إس ابن أم ليسا في القانون. حاول المعجبين الوصول إلى الحقيقة إن كان التفاعل مقصود حقا من والدة ليسا أم أنه مجرد سوء فهم، فمؤخرا حصلت علاقة الصداقة بين ليسا من بلاك بينك وفي من بي تي إس على قدر كبير جدا من الاهتمام، وخاصة لأنهم سفراء لنفس العلامة التجارية سيلين، وأصبح بينهم مؤخرا بعض التفاعلات. ولكن من المهم أن يعرف الجميع أن والدة ليسا معروفة بأنها دائما ما تعجب بالعديد من المنشورات على الإنستجرام بدون أي قصد منها، مما يؤدي دائما إلى سوء فهم. أم ليسا معروفة أيضا بحبها لفرقة بي تي إس، فقد حضرت حفل بي تي إس في بانكوك منذ عدة سنوات. ووسط هذه الآراء شارك أحد المعجبين أفكاره وقال: والدة ليسا لطيفة دائما، حتى أنه أعجب سابقا بمنشور لشيبر جيني وليسا يقول أن جيني ابنتها في القانون، لذلك هذه لم تكن مشكلة كبيرة. ورغم ذلك دائما ما تتعرض والدة ليسا للعديد من التعليقات الكريهة بعد أي تفاعل يحدث بين ليسا وفي. أخبرني في التعليقات ما رأيك أنت في هذا الموقف، ولا تنسى الاشتراك في قناتي من أجل معرفة المزيد عن أخبار بلاك بينك. أراكم في المرة القادمة.